على الجبهة الأخرى بين إسرائيل ولبنان، يواصل جيش الاحتلال توسيع عمليات إجلاء المستوطنين من المناطق القريبة من لبنان مع تصاعد الاشتباكات عبر الحدود مع حزب الله. نازحون كثر، أكثر من 19,000 داخل لبنان الغارق أصلا في أزماته المتشابكة. من هناك روبورتاج مراسلنا خلدون زين الدين. في الجنوب اللبناني قصف متبادل، توترات وقنابل فوسفورية إسرائيلية، نزوح وبحث عن الأمان. وضع يعني ما حد يتصور هالوضع، الناس تلكت بيوتها وهربت، ثياب ما جابت معها الناس. تحت ظلال شجرة تستلقي وزوجها نزح قصرا من يارين الحدودية. ما فينا. يعمل الرجل مزارعا وهو الآن في مدرسة صور الفنية. عند مدخل المدرسة مساعدات وصلت من اليونيسف. داخل قاعتها ثمة من نزح من منطقة الظهيرة. والله الوضع مأساوي، شو وضع قصف وفزع وليل وما فيش بكثر على مطرحة. ومن بيت ليف نزح مع ستة من أطفاله. يعني عندي ست أولاد صغار كلهم من تحت 10 سنين، كله وعصاها سكن، كله ظهر. أي واحد يروح على أمام يدور على أمام. ليس بعيدا منه رجل مسن يستلقي على كرسي بلاستيكي، ترك أرضه هو الآخر في بنت جبير الحدودية. والله الوضع كان مش مظبوط، ونحن خفنا على أطفال بنت جبال. هلأ مش آمنة وفيش عالم، فيش دكاكين فاتحة، فيش خبز. بالكاد 10% بقوا في بنت جبال. أنا عندي أمراض مزمنة، بأخذ أدوية وهيك. هي عينة من مناطق حدودية جنوبية، عينة لحالات نزوح قدرتها المنظمة الدولية للهجرة ب19,000 نازح لغاية الآن. الكل يترقب مآلات حرب غزة. هل يدخل لبنان الحرب؟ سؤال على كل شفة ولسان. حتى الآن المواجهات مضبوطة بقواعد الاشتباك. خلدون زين الدين، بيروت.